هنروح لنجمتنا او معجزتنا هنا جوده في تنس الطاوله. هنا جوده عملت حاجه معجزه كبيره جدا، ده الطبيعي بتاعها، يعني هي ارقامها ونتائجها كلها اعجاز. هنا جوده صاحبه ال 15 سنه لعبت في بطوله الجمهوريه 17 سنه و 19 سنه وفازت بيهم. اه والله زي ما بقول لكم. والعمومي كمان، يعني لعبت بطوله الجمهوريه عمومي وفازت بيه. يعني متخيلين؟ بسم الله ما شاء الله، ربنا يحميها يا رب. نجمه يعني انا يعني حاجه يعني ما بتلحقش، بتصور 19 سنه 17 سنه الصبح كسبت، بالليل بتلعب فاينل 19 تتصور بالكاس العمومي. يعني انا مش انا يعني بجد ما عنديش كلمه اقولها غير ربنا يحميها بجد هنا جوده. يا رب تكمل على كده، نشوف نتمنى نشوف لاعبه مصريه على صداره الرانك الاعلامي على الصينيين نفسهم. وانا اتصور ان هنا جوده لو مشيت بهذا المعدل بدليل ان هي بتتصدر تصنيف العالمي تحت 15 سنه. واكيد تحت 15 سنه في لاعبات صينيات، يعني ما هو الصين موجوده في كل الاعمار، فكون هنا جوده تبقى متفوقه عليهم لو احنا مشينا بالمعدل ده. احنا مش حسبه بسيطه، هي بتكبر وبتكبر معاها الجيل ده، لما يوصل الجيل ده 22 23 سنه اللي هو بقى السن اللي بيبتدي يلعب عمومي ويتسيد العالم، لو هنا جوده مشيت بالمعدل ده وحافظت على هتبقى في الصداره العالميه، وممكن ليه لا تحصل على ميداليه اولمبيه، وليه لا تحصل لنا على بطوله عالم. يعني قصدي اقول لكم ان هنا جوده معجزه بمعنى الكلمه، ويكفي انها صناعه اهلاويه خالصه منذ ان كانت طفله، يعني منذ نعومه اظافرها زي ما بيقولوا، وهي صناعه اهلاويه خالصه وكل صورها وكل وتاريخها وذكرياتها ومدربينها الحقيقه النادي الاهلي. وكابتن اشرف فتاح رئيس الجهاز اشاد طبعا بالانجاز الكبير ده، وسعيد جدا بالفوز وسعيد جدا بالمستوى اللي بتقدمه هنا جوده، واكيد كل النجمات واللاعبات التانيين، واكيد نجومنا في تنس الطاوله.